مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة هاي المرة راح تنطبق على إن شاء الله الشمسي الطالع والقمري، وأسويها بأسلوب المرايا. أنت على هاي الجانب برج الدلو، الحبيبة والشريك على الجانب المقابل، ولكن إذا حسيت أن الجانب المقابل ينطبق عليك أكثر فأعكس الطاقة بما يناسب علاقتك مع الشريك. راح أبتدي بطاقتك. اوكي، الطاقة العامة اول شيء، وبعدين الطاقة المتفرعة منها. بنشوف طاقة شريكك او الحبيب شلون راح تتفاعل وترد على طاقتك. الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة. اوكي، طاقتك يا برج الدلو. اوكي، الأميرة اللعوبة، الغصن الصغير او برنسس اوف وانز. برج الدلو، انت رجعت الى ميزة انا اشوفها من ميزات برج الدلو، ميزة ان ما تكون تخاف من الحياة، ما عندك مخطط واضح، اذا مشى تكون سعيد، واذا ما مشى مثلا تحس بالاكتئاب. بالعكس، انت تحب ان تضع مختلف الاقنعة، ومع الشريك، مع الشريك انت اشوف ان هذه من الامور اللي تخليه متمسك فيك، ان انت الامور ابدا ما تكون معاك مملة، بما ان عندك الطاقة اللعوبة، طاقة التغيير السريع. يوم اكون جادة، يوم اكون مهنية، يوم اكون عصبية، طاقة مختلفة، تضع جميع الاقنعة، تلبس كل الشخصيات وتستمتع فيها ايضا، وهذا اللي مخلي شريكك متمسك فيك. ولو ان هاي اشوف ان الطاقة هني جدا التعبة، ساعات اوقات يحس انه مش قادر يفهم برج الدلو، لان برج الدلو قاعد يلبس الكثير من الارضية المختلفة. اوقات يشوفه محترف ويعتمد عليه، اوقات يشوفه الشخص المغامر، فمو قادر انه يضع يده عليك ويقول خلاص انا عرفت حقيقة برج الدلو. ولكن فترة جدا جدا راح تكون مليئة بالمغامرات والمتعة في حياتك العاطفية بشكل عام. خلينا نشوف شلون طاقة شريكك ترد عليك. الساحر، كرت الساحر هو كرت برج الدلو، يحاول ان يضعك تحت المجهر شريكك ويفهمك باستخدام طاقتك الخاصة. شنو هي طاقتك الخاصة يا برج الدلو؟ طاقة اني اذا شفت في شيء صعب مو قادر اتعامل معاه احقق المستحيل، ولكن قبل ما احقق المستحيل استمتع 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 فيه. شفت مثلا، بعطيك مثال، شفت في انواع من القطط قبل ان تأكل اكلها او قبل ان تهجم على فريستها تلعب في الاكل، تستمتع في الاكل قبل ما تاكله. عشان كذي شريكك قاعد يحاول ياخذ طاقتك الخاصة، يضعك تحت المجهر ويحللك عشان يعرف يتعامل معك. هذا الشخص يبي يصل الى عقلك، وهو الطريق الى قلب ترى برج الدلو، يبي يصل الى عقلك عشان يكتشف من انت، عشان يكتشف مفاتيحك اللي تشغلك، ويقدر يتعامل معك او يقدر يتفاهم معك. لان كأنما انت يا برج الدلو هني وايد متعب شريكك، ولكن بطريقة مرحة، بطريقة ان انت كل يوم تتعلم لغة جديدة وتتكلمها معاه، وهو شريكك ما يملك هاي القدرة، فقاعد يحاول ان يكتسبها، يحاول انه يجاريك. خلينا نشوف الطاقات المتفرعة من هاي الطاقة الغريبة العجيبة. عندنا عجلة الحظ، انت هني كأنما تقول لشريكك شلون تبيني اثبت على اسلوب معين والعالم دائما في تغيير. انظر حولك، انظر حولك حبيبي، العالم دائما لا يثبت. يمكن انتوا اتفقتوا على موضوع معين، تدخلون في شراكة، بزنس معين، ولكن انت دائما تغير اسلوبك، تغير حتى طريقة تعاملك مع الاتفاق اللي بينك وبين شريكك. هو يطلب منك الثبات، او على الاقل ان تتفق معه على شيء قبل ما تنفذه. انت هني تقول لا، انا املك السلطة، ما يحتاج اني احصل حتى على موافقتك عشان اغير، لان ما عندي الوقت، ما نملك الوقت احنا هني. العالم شديد التغيير بحيث اني ما اقدر انتظرك،
يمكن انك بسرعة ابتعدت عن هذا الشخص، ما اقدر انتظرك وما اقدر ارجع لك قبل ما اقرر اني مثلا ما راح ادخل في المشروع الفلاني او راح ادخل في مشروع جديد، راح اغير عملي، راح اسحب عليك، راح ابتعد او اقترب منك. ما يصير ما يصير، ما اقدر اخذ موافقتك يا شريكي العزيز، لان العالم ابدا في تغير وتغير سريع والوقت يداهمنا. انت قاعد تقول لشريكك انا لا املك الوقت الكافي عشان احصل على موافقتك. هلا شوف شريكك شلون يرد عليك. الرجل المعلق اوكي، يقول لك اوكي تسوي اللي بتسوي، انا سابقى في انتظارك، سابقى معلقا او راح اعلق الموضوع. لا تتوقع اني راح مثلا انساك، مو قلت لك هذا الشخص يبي يجاريك، ولكن اسرع طاقه في التارو هي طاقه الهواء، اسرع من النار، اسرع من المياه، اسرع من الطاقه البطيئه، ابطا واحده هي طاقه الارض. حتى طاقه النار لو قالوا الناس ان هي تشتعل بسرعه، النار ما يشتعل الا بوجود الاكسجين وهي طاقه الهواء، اسرع طاقه. انت قاعد تمشي في طاقتك، طاقة برج الدلو. شريكك ما يقدر يجاريك، حاول، اشوف هني انه حاول، كانت له محاولات سابقة باءت بالفشل. فخطته الجديدة، عند استراتيجية جديدة، كأنما هني المثال، شفت الام اللي عندها طفل شديد الحركة تحاول انه دائما تسيطر عليه ما تقدر، فتستسلم فتقول راح ابقى واظل في مكاني وانت خذ حريتك، سوي الامور، انا اثق فيك. وهذا ليس انفصال وهذا ليس انتهاء، هذا مجرد وقت مستقطع. خذ الوقت اللي تحتاجه يا برج الدلو عشان تقوم بالتغييرات اللي تحس انها مهمة بالنسبة لك، وانا سأبقى في الانتظار، ما راح انساك وما راح اتخلى عنك وراح انتظر. دائما اتكلم عن الساحر انه هو شخص يستغل الفرص، شريكك راح يستغل الفرصة المناسبة عشان يستيقظ من سباته ويدخل، اوكي يدخل دخول قوي في الوقت المناسب. خلينا نشوف، عندك ملك الارض، احتمال انك تتعامل مع شخص برج ترابي، جدي، عندنا الجدي فوق، جدي عذراء ثور، على الاغلب جدي ولكن ممكن يكون اي برج ثاني. عندنا هني بعد طاقة النار، راح اقول لك شو اللي يصير بينك وبين شريكك. متعاكسين انتو في الطاقة، دائما شريكك قبل كان هو الشخص اللي يعتمد عليه، اللي احتمال يملك الكثير من الأموال وهذه طاقة الأبراج الترابية، أو دائما يعني شخص راعي مشاريع أو يطبق المشاريع بطريقة جدا ناجحة، إنسان ناجح، إنسان ناجح صاحب منصب. أشوف هنا برج الدلو قال أنا أبي أخذ أو أبي أكون شخص قوي من أجل نفسي، أنا أبي أحقق هاي النجاح من أجل نفسي، أنا راح أقلل طاقة الأرض اللي موجودة عند شريكي، حتى لو ما كان من الأبراج الترابية، عنده طاقة أرض، عنده طاقة تخرج بنجاح، عنده وظيفة ثابتة يعتمد عليه، كريم في العطاء مع الآخرين، عشان كذي في ناس يعتمدون عليه، وهو أخذ طاقة الهواء، تبادلت في الطاقات، تبادلت أيضا في الأدوار. إنزين، ولو إن هني قلت لك عندك طاقة المغامرة أو طاقة تغيير الرداء والشخصيات، صح؟ هذا اللي قلت لك إياه، الرداء اللي أنت راح تاخذه هو رداء الأرض. خلاص يمكن إنك قررت هاي الفترة إن ما تظل وايد في الهواء وترجع وتكون أنت الشخص اللي ثابت أكثر في العلاقة، اللي يعتمد عليه أكثر، اللي تنظر إلى الأموال أكثر. هني كأنما أشوفك يا برج الدلو تنظر إلى ما بعد المشروع أو ما بعد الوظيفة وتبي أنك توفر الأموال، عندك شيء معين في بالك، هذا الشيء المعين اللي في بالك شريكك يحاول أن يكتشفه. خمس الخماسيات، شريكك هو اللي قاعد يعيش أو يصرف أمواله بطريقة عشوائية، أنت اللي صاير هني توفر، ويمكن قبل كان العكس ترى، بالضبط هني صاير هو يصرف بدون ما يحاسب. عشان كذي كأنما أحس برج الدلو شوي تباعد أو أخذ، قلت لك، وقت مستقطع عن هذا الشخص، مو بس حتى صرفه والأموال، حتى طريقة تصرفاته. أنت تعامل مع شخص،
احتمال انه برج ترابي، ما يفكر قبل ما يتصرف، يتصرف ويخطئ وبعدين يكتشف انه هو اخطأ في حقك. لما يكتشف انه اخطأ في حقك يكون خلاص الفاس طاح في الراس وصار في نتيجة لازم نتعامل وياها. خلاص اخطأ في حقك مرة اخرى ومرة اخرى ومرة اخرى، ما يفكر قبل ما يتصرف، ما يحسب حسابك قبل ما يتصرف في حياته بشكل عام. وهذا كان اساس او سبب النقلة النوعية اللي انت مقبل عليها يا برج الدلو، نقلة اللي اذا انت ما راح تحاسب عشاني، اوكي هذا برج الدلو، اذا انت ما راح تحاسب عشاني وما راح تحسب تصرفاتك، انا راح اعتني بنفسي بدون ما احتاجك. فكأنما عطيت هذا الشخص، قلت لك مثل طاقة الأم، تعطي هذا الشخص وقت مستقطع مثل العقاب اللي أنت تكون فيه، مو متواجد بشكل قوي كالسابق في حياته، بالعكس متنقل، إنزين، عشان تعطيه وقت يستخدمه في الرفلكشن، في إعادة التفكير في نتائج أفعاله. طاقة تأديب، ولكن حتى التأديب الهوائي مختلف، مو طاقة راح أظل معاك وأتكلم في الموضوع لحد ما تكتشف أخطائك، لا، طاقة اللي راح أنسحب وأنت فكر في نتائج أفعالك وراجعها في وقتك الخاص. ملك الأكواب، عقرب حوت سرطان يقابلها، الغصن الأول، من بعد طول انتظار، من بعد صبر طويل، وجود ملك الأكواب عندك يا برج الدلو معناته أنه راح تضطر انك تطول بالك على هذا الشخص وايد وايد، مو شوي، وايد كثيرا من الصبر والتفهم واحسان النية، تحسن النية فيه، وان كانت اخطاء كثيرة ومتكررة راح تضطر تاخذ معاه طاقة احسان النية والتقبل اللامحدود لحد ما يكتشف، لحد ما هني معلق نفسه يبي يكتشف شيء، يبي يطيح على اساس مشكلة شيء، وراح يطيح عليها، راح يكتشف أساس المشكلة مع نفسه أو داخل نفسه، شريكك راح يكتشف الطريقة الصحيحة في التعامل معك، مو هني هو يحاول يكتشفك أنت وهذا تصرف خاطئ، لازم يحاول يكتشف ليش أنت ما تعجبك تصرفاته، أو شلون حتى ممكن يحسن من تصرفاته عشان يكسبك. وجود العصا هذه دائما أقول هي ترى عصا الساحر، هذا الساحر اللي عندك أو شريكك تنقص العصا، ينقص الفهم الكامل إلى شلون لازم تتعامل مع برج الدلو، وراح يستطيع، أشوفه في المستقبل راح يستطيع أنه يمسك العصا من المنتصف، يوجد لنفسه أو لك توازن أفضل في العلاقة. مغامرة جميلة وتغيير يعني جميل، خلينا نشوف شلون راح تصير أو إلى ماذا راح تتطور العلاقة بحلول نهاية الشهر. أوكي هذا الكرت سقط لك، يعني كرتك أنت يا برج الدلو. شوف الشريك، برج الدلو عندك الكرت رقم 0 دريمر أو الحالم، هو أيضا نفس كرت الفول أو الأحمق، هذا أيضا من الأطباع أو من مميزات مخيلة برج الدلو. يستطيع أن مو عندك هنا طاقة ملك الأرض الثابتة المستقرة المتفهمة، ولكن ما في أحد أشطر من برج الدلو، وهذا اللي راح يدركه بخصوصك شريكك، ما في أحد مثله لما يأتي الموضوع إلى أنه يترك ويرحل. مهما استثمر معاك برج الدلو، مهما استثمر معاك، هو من الأبراج اللي في النهاية لما يحس إن حان الوقت لبداية جديدة راح، وحتى لو كانت البداية الجديدة بعيدة عن الشريك راح تقبل عليها. لما يشوفك الشريك راحل أو مبتعد، ولكن جدا مو لعبا ومو توهم إنك مبتعد، لا فعلا راح تترك كل شيء بيدك وتنسحب، تقفز من أعلى التلة، تذهب مبتعدا عنه، هني أنت راح تلهمه عشان يتصرف التصرف الصحيح، البداية القوية اللي محتاجها، اللي لطالما كان يفتقد الحافز انه يعطيك اياها. اللي بعده، العالم،
العالم مقابل الكرت رقم صفر الحالم. العالم السفر أو ختام مرحلة معينة بنجاح. شريكك راح يتعلم الدرس، حتى لو أنت كنت مثلا فقدت الإيمان فيه راح يتعلم الدرس في النهاية، حتى لو مو برضا مجبور، لأن أنت راح ترحل أو فيهني خوف من أن يفقدك. أوكي، راح يتعلم الدرس ويأخذ العلاقة إلى مكانها الصحيح. عزيزي برج الدلو، هذه كانت قراءتك الخاصة بشهر يونيو. أتمنى لك كل التوفيق.